إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية. ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم لتتوصلوا بأحدث الفيديوهات وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم. اليوم هذه نضطر أنني نتحدث بالدارجة المغربية لأن هذا الأمر هذا يخص المغاربة. فهناك العديد من المتابعين على صفحات الفيسبوك أو على قناة اليوتيوب تيسونني بزاف على إيكارد الخاصة بالبنك الشعبي، تمام؟ لأنهم تيبغيو يديروا حملات، تيبغيو يشتروا شي حاجة في الانترنت، ولكن تيبغيو يتعرفوا على هاد إيكارد هادي، وما كاينش شي واحد يتحدث عليها حاليا. وإلا قلبتي في محرك البحث ما حتى الشركة بنفسها ما تتهضرش على هاد إيكارد هادي بزاف. فأنا هادي نذكر لكم المسائل بالتفاصيل باش توصلك الرسالة مزيان، وباش تقدر تشري هاد إيكارد وتنفع بها المسألة لشراء أو الحملة إلى آخره. فاولا هاد الايكارد هادي راه كي بحال ماستر كارد، ولا نقولوا راه ماستر كارد، تمام؟ غير سميتها هي ايكارد، هي ايكارد انترناسيونال، تمام؟ هاد البطاقه هادي بارك الله فيكم تقدر تجيبها عند هذيك لاجونس اللي تشاركتي عندها، يعني هذيك البنك الشعبي اللي مشيتي عندهم في الاول فاش حليتي حساب ديال البنك الشعبي، فهي عند منها ترجع وتقول لها راه بغيت واحد الكارت او ايكارد، وتدي هذيك الورقه باش تشاركتي ولا الريب ولا الاسم ديالك، المهم ولا لا كارت ناسيونال ديالك، وهني راسك من داك الصداع. فمن بعد فاش تمشي عندها يعني طبعا هتقول لك راه السعر ديالها اللي هي 97 درهم في كل سنه، بقي قطع تكون اقتطاعات في كل شهر او 3 شهور، المهم 97 درهم في كل سنه. هاد البطاقه هادي تتوصل تقريبا من 5 ايام حتى 10 ايام، من 5 ايام حتى 10 ايام تتوصل عندهم، اتصل بهم ولا سير عندهم مباشره واعطيهم البطاقة التعريف ديالك، وهادي يعطيوك هادي البطاقة ان شاء الله. فبالنسبة لهاد البطاقة هادي واش تقدر، هنا دابا الناس اللي تيسولوني على البيبر حيت جمعت كاع هادوك الاسئلة تتسولوني بارك الله فيكم، والان غادي نجاوب عليهم. بالنسبة للبيبل واش تقدر هاد الايكارد هادي تقدر تفعل بها البيبل؟ تقدر تفعل بها البيبل، ولكن ما تقدرش الفلوس ديال البيبل يمشيو لك الايكارد، يعني ما تقدرش تسحب الفلوس ديال البيبل للايكارد، تمام؟ ولكن واش تقدر تفعل بها البيبل؟ تقدر تفعل بها البيبل بلا مشكل، حيت هي انترناسيونال، تمام؟ هاد البطاقة اللي هي ايكارد ديال البنك الشعبي واش نقدر ندير بها حملة اعلانية في الفيسبوك؟ ايه تقدر دير فيها حملة اعلانية في الفيسبوك، وهاد يقدر يعني الفلوس اللي في ايكارد يعني هي الفلوس اللي كاينين في البنك الشعبي، يعني مثلا في كارت فيزا تنعرفوا باللي كارت فيزا ان الفلوس ديالها تيبقاو بوحدهم، يعني تكون معمره مثلا ب 500 درهم، فالاقتطاعات يتحيدوا من ديك الكارت فيزا ماشي من الكونت ديالك اللي هو الحساب الاصلي. ولكن في ايكارد فلوس ديال البنك الحساب الاصلي هما ديال ايكارد، يعني داكشي اللي يحيدوا ديك تما هو اللي كاين تما، ما غادي تعمرها بتا شي حاجه، تتبقى هي بطاقه هيل انترناسيونال تقدر تعمل بها في برا مثل هذه الحملات الى اخره. اذا البطاقة اللي هي ايكارد ديال البنك الشعبي تقدر دير بها حملة اعلانية في الفيسبوك. تقدر تشري بها في المواقع الاجنبية مثل جوميا، لا يعني مثلا المواقع الاجنبية مثل امازون، علي بابا وغيره من المواقع الاجنبية، تقدر تشري منهم، وبشرط انك في العام ما تفوتش 5 المليون اللي هي 50000 درهم، بمعنى انك تشري 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 حتى تكمل العام. الى مثلا 5 المليون كملات في 9 شهور، يعني ديك 4 شهور راه ما تشري فيها حتى شي حاجه، يعني المهم حاول انت كيفاش تقاد حسابك لمده سنه هذه الى تشري 5 المليون. بالنسبه للمغرب بحال جوميا ومهم مواقع المغربيه اللي تقدر تشري منها، ربما افيت الله اعلم، المهم جوميا اللي معروفه بزاف تقدر تشري فيها، ولكن ما توصلش او ما تفوتش 10000 درهم اللي هي مليون، ما تفوتش مليون في السنه، تمام؟ واش هي تقدر ديرها في بين السؤالات، واش تقدر انك تسحب بها الفلوس في الصندوق المصرفي اللي تديروا فيه لاكارت غيشي، واش تقدر تخرج منه الفلوس؟ لا، هذه واحد بطاقة هي تهزها وتحطها عندك في الدار وتخبيها في الخزانة ديالك، غير هي تتعامل في شبكات الانترنت، يعني تتعامل بها غير في تشري ولا تدير شي حملة ولا تفعل بها البايبال من هذه الخدمات، أما ديرها في لاكارت غيشي وتخرج فلوس
لا تدير هي البطاقه ديالك العاديه اللي هي معروفه، راه راه اللون ديالها ليموني. تمام. هاد البطاقه هذه اولا خصك تعرف باللي الى بيتشري شي حاجه في الانترنت خصك تفعلها هو الاول في الكونت ديالك الالكتروني اللي سميتو شعبينيت. انا غادي نحط لكم الرابط ديالو في الاسفل، ولكن طبعا خص هو الاول تمشي تحل الكونت عندهم، يعطيوك واحد الموافقه انهم يوافقوا لك ولا يفعلوه هما الاول، عاد تقدر تدخل وتدير مود باس اوبليي. من بعد تجيك في الايميل ديالك، يعني تتركب الايميل ديالك وتجيك في الايميل ديالك واحد الكود اللي هو المود باس ديالك، وتدخل هذاك الريب اللي تيجي في الوسط اللي تتكون من سبعة الارقام. تمام. تيجي هو في الوسط سبعة الارقام في الوسط، يعني تتجاوز واحد ربعة ديال الارقام وربعة الاخرانيين، وهذاك الوسطاني هو اللي تتركب. يعني راه قد شرحت الطريقة الى بيت نشأ حساب في الكتروني في البنك الشعبي، راه نحط لكم حتى الرابط ديال الفيديو في الاسفل. المهم على اين الى بتشري شي حاجه في الانترنت، ما عليك او واجب عليك انك تفعل هذه البطاقه. الى ما فعلتيهاش راه ما عندك حتى شي حاجه. تمام. يعني ضروري من تفعيل هذه البطاقه هذه في الحساب ديالك الالكتروني شعبي نيت، ومن بعد ما تسالي وقفها لربما تجلى واي واحد يقدر يتصرف بها. واعتقد قد اطلت عليكم، وهذه هي الاسئله اللي هتهمك حاليا. واعتقد نقول لكم السلام عليكم الى الحلقه الماجيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.